صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم في كل ايام رمضان. طبعا بنعتذر عن رداءة الصوت لو في اي وقت لقيت الصوت مش كويس او بعافية شوية، بس يعني المدرج وحاجاته يعني، بس يعني عدوها لي. امبارح جمهور الاهلي بيضرب مثل بالعظمة، والعظمة دائما لله، لكن ما شاء الله ما شاء الله. استاد القاهرة ولا بعودة؟ كامل العدد، جمهور الأهلي كامل العدد. وعشان نقول اللي لينا واللي علينا، أو اللي أنا شفته بعيني حقيقة وبأمانة الله، مفيش حد تعرض لي أو قال لي كلمة وحشة، محدش اتعامل معايا معاملة مش كويسة، وفي المقابل أنا كنت ملتزم جدا، ولهذا أنا وكل اللي حواليا أنا ما شفتش أي حاجة وحشة. ولهذا شكرا لكل حد ساهم إن إحنا ينفع ندخل الاستاد ونشجع ونكون 70,000 في المدرجات ونطلع مبسوطين. ده رقم واحد. رقم اتنين، فضل ونعمة من ربنا علينا ان جمهور الهلال ده خرج من البطولة خسرانين ومتقطعين وقاعدين في المدرجات يقولوا لنا، بيشاوروا لنا بالخمسة. خليك في نفسك وركز في ماتشك يمكن تتأهل. لا، انا في فرق في افريقيا، يعني مثلا في العشرية الاخيرة لما اجي اتكلم على الكبار في افريقيا هتلاقيني بقول الاهلي، الوداد، الرجاء، الترجي، صن داونز. لو حبيت اخدها على المدى البعيد والتاريخي ممكن اضيف معاهم الزمالك، تاريخيا الزمالك فريق كبير. لو خدت فرق معينة بتطلع شوية وتختفي، مثلا تلاقيني بتكلم على الانيمبا ومازيمبي. لكن الهلال ده انا مصنفوش في اي وقت من الاوقات فرقة كبيرة في افريقيا. فالعنجهية والعنطزة اللي جاية لجمهور الهلال دي كانت لازم تتكسر، كانت لازم تتكسر بمباراة زي دي. ما كانش ينفع يطلعوا من هنا الا هم واخدين سكور كده. والله انا زعلان ان الماتش خلص 3 بس، بس ما علينا، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. اتأهلنا من استاد القاهرة والمنظر حلو يا جماعة، المنظر فعلا حلو. 50 60 70 ألف قاعدين في المدرج، بسم الله ما شاء الله، حاجة تبهر يعني، حاجة تبهر. كنا كويسين، كنا ملتزمين، عملنا كل اللي علينا وفي الآخر كسبنا. ورقة وقلم كده، كل المعطيات اللي بتمشي بيها صح هتديك نتيجة في الآخر، وبالتالي كل مرة الأهلي بيهيأ له كل الظروف الصحيحة بيكسب. بعد المباراة حصلت مناوشات في الطرقة، وفي فيديوهات اتسربت للاعيبة الهلال وهي بتكسر في الملعب والكلام ده كله. اللي يحصل يحصل، بس المهم إن الأهلي اتأهل. دلوقتي خلاص الأهلي هيلاعب فرقة من التلاتة، إما الرجاء، إما الوداد، إما الترجي كالعادة يعني. كل مرة نتأهل للرابع مرة على التوالي بنتأهل كتاني المجموعة، ونروح نلاعب فرقة من الفرق الكبار في أفريقيا، قرعة هتتعمل فيها 3 فرق ولا واحد فيهم يتمنى إنه يشوف اسمك، ولا واحد يحبه ويتمنى إنه يلعبك. ولهذا أنت عنصر من عناصر الخوف. أي نعم أنا زعلان إن أنا مصعب على نفسي خطوة، كنت أتمنى أطلع أول المجموعة فلاعب واحد من التواني بتاعت المجموعات التانية، ولكن قدر الكبار إنك تلعب ما يهمكش حد، والناس هي اللي تبقى خايفة منك ومش عايزين يجولك. ولهذا اللي هيجي يا مرحب، واللي هنروح له جاي لك يا بطل، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. مبروك للأهلي، تأهل مستحق في القاهرة، لكنه غير مرضي بالصورة الكاملة. يعني لما تيجي تبص للمجموعة والأداء والنتائج غير مرضي، لكنه في الآخر أنت بتضطر تبص للموضوع بما يستحقه، ما تحاولش تأفر على قد ما تقدر، لأنه لما بنعمل حاجات أوفر فإحنا بنعك الدنيا أكتر من اللازم. في انتظار القرعة إن شاء الله يوم الأربع، المتأهلين لغاية دلوقتي على ما أتذكر شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، الأهلي، وأعتقد إنه سيمبا التنزاني، دول تواني المجموعة، صن داونز والرجاء والترجي والوداد دول الأوائل. فواحد من دول هيلاعب واحد من دول، واللي فيه الخير بيقدم ربنا. مبروك والحمد لله لجمهور الأهلي العظيم، مبروك للنادي الأهلي وبالتوفيق إن شاء الله. معلش على الصوت اللي أنتوا سامعينه ده، بس يعني من ذهب إلى المدرج وعاد بصوته سليما فهو خائن، وأنا ما عنديش الوضع. أنا رحت ورجعت مش خاين، ده طلعت اللي عندي كله. صباح الفل، السلام عليكم.